من القوانين الحياتية اللي اتعلمتها قانون اسمه اللا ديمومة. يعني ايه اللا ديمومة دي؟ يعني مفيش حاجة دايمة، وزي ما قال الفنان الجميل محمد جمعة، كله رايح. ودي مش دعوة للتشاؤم والله، لكن الواقع بيقول كده، ان فعلا كله رايح. طب تعالوا نفكر ونتأمل كده في لحظات الحياة. الصحة دايمة؟ لا. طيب المال يدوم؟ برضو لا. طيب الجاه، المنصب، السعادة، الحزن، حتى الألم، كله لا يدوم. الأب والأم والزوجة والأبناء، العلاقات بشكل عام لا تدوم. مفيش حاجة هتفضل على حالها، انت نفسك مش دايم. يبقى عم ضياء في مسلسل الوصية لما قال كله رايح، يبقى كله رايح. الحاجة الوحيدة اللي دايمة الله. طيب هو أنا دلوقتي بعمل كده ليه؟ أنا بحطك في مواجهة مع نفسك علشان ترتاح. حد يقول لي طيب وإيه الراحة في أن أعرف أن كله رايح؟ أقول لك، بس ركز معايا. في أحد الفلاسفة بيقول إذا أردت أن تعيش في سعادة فعليك بالتعايش بسلام مع نفسك. يعني لو عايش تعيش مبسوط وسعيد فلازم تعيش في سلام مع نفسك قبل اللي حواليك. وعلشان تعيش في سلام مع نفسك لازم تواجهها بالواقع. ولو واجهتها هتقولك ان مفيش حاجة دايمة وان كله رايح، فتبطل تتعلق بحد او بحاجة. تاني، لما تعرف ان مفيش حاجة دايمة وكله رايح هتبطل تتعلق بحد او حاجة. وده ياخدنا القانون تاني من ضمن قوانين الحياة الكتير، قانون اسمه قانون اللا تعلق. لما تعرف ان مفيش حاجة دايمة هتبطل تتعلق تعلق مرضي بأي حاجة، وخاصة البشر والناس. التعلق أصعب من الحب والتعود، حاجة كده بتشبه الإدمان، أعراض انسحابه بتكون مميتة حرفيا. التعلق الزيادة بكل سلطة عليك، بيتحكم في مودك وفي حالتك النفسية، بيعيشك في حالة من الخوف والقلق والتوتر، خايف تبعد، خايف يسيبك في أي لحظة، بتحس إنك عايش مهدد طول الوقت. روحك مش في إيدك، روحك وحياتك متعلقة بطرف تاني، مش بتحس بالأمان غير معاه وفي وجوده. ولو غاب عنك بتتفاجئ بشخصية تانية خالص، شخصية عاجزة ضعيفة مشتتة طول الوقت في بالك، وانت نايم وانت صاحي وانت سايق وانت بتاكل. التعلق الزيادة مرض بيصيب القلوب السهلة الطيبة، الناس اللي عندها استعداد تقيد صوابعها العشرة شمعة وبدون مقابل بيتمنوا للطرف التاني الرضا. راحتهم متعلقة براحته، سعادتهم متعلقة بسعادته. التعلق الزيادة مفهوش استمتاع، لأنك بتبقى عايش تحت تأثير مخدر. لما مفعوله بيروح روحك بتتعب وبتتألم. التعلق الزيادة مرض ولازم تتخلص منه علشان تعرف تعيش في راحة وسلام. حبوا الناس، افرحوا معاهم وبيهم، استمتعوا بكل اللحظات الحلوة وانتوا سوا بدون تعلق زيادة. حب واستمتع وانت عارف وواثق ان القلوب بين أصابع الرحمن. حب وانت عارف ان مفيش حاجة دايما للأبد، وان الدايم هو الله، فخليه غني بوجوده لأنه هو الباقي والدايم. فمدام ربنا معاك محتاج لمين تاني؟ وخليك فاكر المثل اللي بيقول الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده.